أين حج؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك بيك. إحنا نريد نفيد المشاهد. نريد نظام الحقل مالتك هنا شلون؟ الحقل مال مسقط. مفتوح. مفتوح. شوف هسه فوق هذا مال هواء. يعني خلينا نقول نصف مكشوف باعتبار مكشوف عندك نص. أي. نص مسرح. مسرح هذا الحقل ماله. الباقي هذا مال المطر وفي. مال البرد. بالصيف. للفي. للفي وبالشتاء من المطر. بالشتاء طلعا في حالة النهار الشمس يطلعا شو اسمه الحقل ذاك المكشوف مكشوف. للحقل المكشوف والمطر لا يطبون جوا. نعم. وبالصيف هسه هذا شوف هذا الحقل ما شاء الله هذا 250 راس ما شاء الله. نعم. وعلى الحقل اللي غاب 150 راس. نعم. اللي غاب بعد ما مكمل. نعم. الحلال. وهذا مكانه. كل التوفيق ان شاء الله. هسه هذا الشارع للخدمة مو؟ للخدمة للعلف. للعلف تجي للعلف. تجي الآلية هنا تجي الماكينة تراكتر يعلف على الجامبين. ايه جامبين منا ومنا. والمي بالنهاية. والمي بالنهاية منك. انا صورت المي. متابعينا الأحبة السلام عليكم. اليوم احنا وصلنا الآن نريد نشوفكم العجول وتغذيتها على علف السيلاج. طبعا السيلاج يتميز انت تخلص لا تجيب تبن ولا تودي تبن. هو تبن هو علف ويتميز بأنه أفضل من التبن بنسبة البروتين اللي بيه، نسبة البروتين الموجودة بيه. وتقريبا سعره مقارب لسعر التبن. احنا راح نلتقي بصاحب الحقل ونشوف نشوف السيلاج فايد فايد العجول مالته لولا. شوف ما شاء الله اقبال العجول على هذا العلف. هنا صاحب الحقل معتمد فقط السيلاج مثل ما جاي يشوفون. متابعينا نلتقي بحجي علي من اهالي امرلي وصاحب حقل قالوا لي يعتمد على السيلاج على علف السيلاج فنسال من عنده هو. حجي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟ بخير الحمد لله. الله يبارك فيك. انت فعلا تعتمد على السيلاج بعلف عجولك؟ بلى والله معتمد بالمية مية هم. مية مية؟ اي والله. تبن؟ تبن ما كل شيء. اعلاف اخرى؟ لا كل شيء ماك بس سيلاج. زين. بس سيلاج. شلو انت كم مره جربته؟ جربه سابقه؟ سابقه وبعت الوجبه الاولى هسه الوجبه الثانيه هسه. عندك ربطه سابقه؟ بعته؟ اي ذاك الصوب؟ نعم. بعته انه هالوجبه الثانيه هنا ربطنا. كل التوفيق. هل ربط ماله ثاني وجبه؟ زين زين. شفت اكو دفع نفع يعني دفع 100% بي. ما شاء الله. بالحلال والله. اي 6 شريك من الحلال كامل يصير. ما شاء الله. بس على السلاج ماك غير علف ابد. 6 شهور حلال يكمل. نعم. مو شهر شهرين، 6 شهور بس من هذا العلف. مليح بروتون وهذا السويبي نخبط به هذا كامل هسه كامل بي هو بروتين لان يعني هو هو هذا خابطين به مليح اويا سويبي اسمح لي بس بس الاغصان لو هي وعرنوسها كلها لا هو وعرنوسها كامل كل اذنه ماله شوف شوف هسه تعال اي اي كل اذنه بيها احنا راح نشوفها للمشاهد ان شاء الله شوف شوف شوف, شوف اي 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 هذا الحب ماله كله نعم كامل. نعم نعم شوف الحب المعلف اي شوفه نعم الحلال ياكل بيها هسه شوفه تعال شوف الحلال بيها هسه هذا الوجبة الأسبوع علفناها حلال ماكله كله
الله شال علينا هالوجبة الثانية نعلفس الحلال. حجي إيه؟ انا اللي لاحظت مو بس عجولك ما شاء الله متنفعة، الزرازير همينه كله من هذا ياكل. ها؟ اي والله كله من هذا ياكل ليل ونهار والله. الزرزور صاير حمام؟ اي والله صار قدر ياكل هذا ليل ونهار على هذا المعلف. ها؟ على هذا المعلف. بس شوف الحلال ما شاء الله شلون دافع هسه. بس هذا ترى هم اجر. كل العالم يعرفني به هذا الحلال، كله جبته قبل شهر من الديالة. شافونه من صار شهر عدل من الديالة، هذا الحلال دافع به شوف. نعم ما شاء الله، ما شاء الله. إيه؟ واضح بيه الدفع. إيه؟ واضح. شوف الحلال به هسه. نعم صحيح. شوف الورق بس شوي بس الزحمة. اعرف بيه انا مشتري من الديالة هذا الحلال. نعم. ايه. شوف الحلال شلون ياكل. شلون دافع الحلال. ما شاء الله خير من الله. البركه مو تقول الحلال ما شاء الله بركه وش ياكل دافع بيه. والله هذا صار سنتين على هذا العلف ما نبيع حق مخلينا للثواب. ايه سنتين. ها. هذا السيمنتال سنتين هذا للتلقيح مو؟ ايه بس للتلقيح. على هذا الفلاج هذا اللحم شايل ما شاء نعم الله. نعم نعم نعم. اين حجي؟ بلى. ما شاء الله اشوف اقبال العجول عليه بالنسبه للسيلاج ده تاكل بيه. والله كم مره ذاب لنا هذا ثاني مره يعني الحلال شبعان. والله شبعان هذا ثاني مره نذب له. للمغرب اربع مرات نذب يوميا اربع مرات نذب ياكل الحلال. نعم. يوميا اربع مرات من الصبح ما اكل هذا وجبه ثانيه من جد ذبنا حلال حتى زين دامن. حجي هذا بس للعجول يستخدم؟ لا والله للعجول درجه اولى. نعم. للغنم مال درجه اولى، للجوامس هم درجه اولى. مستخدمين انتم للغنم؟ مستخدمين عندها هسه. وشو راح اشوفك للغنم؟ غنم على بالك ربايه هسه. ما شاء الله. والله علف شعير ابد ما منطين كل شيء بس سلاج. كله معتمدين على السلاج. كله معتمدين. والحليب يسوي درجه اولى. اها. والله يربط لي رقم واحد وراه يصير. عطل ماله. نعم نعم. اي والله والطجر. جاموس ما جاموس؟ جاموس والله بعد احسن يصير. نسوي احنا ساعدنا هناك واوديك على الجوامس على هواء الغنم اصور لك شوفك هم هناك. درجه اولى. هو المشاهد جاي يشوف. رغم انه احنا ترى وصلنا متاخرين بس جاي يشوفون العجول هاي شبعانه، ترى شبعانه بس ما شاء الله اقبالها على العلف قوي جدا. اي اي وهذا الحلال قبل شهر انا جايبه من الديالة كل العالم يدري به. نعم كل يدري اخذته من الديالة هذا الحلال. حجينا ايش قد هسه ترابط؟ 400 ما شاء الله. الله يبارك لك برزقك. عيني الله يحفظك. هذا مثل ما جاي تشوفون. والله هذا الحلال قبل شهر انا مشتري من الديالة رابط على السلاج. زين الحاج محمد خلي ياكل خرق ولا رضا يقول. مشاهدينا شوف الزرازير ما شاء الله منطلقة هن هنا. هاي هنا هم تاكل سيلاج هي. طبعا واحد من المربين جاي ماخذ بشكل مباشر.